السلام عليكم المغاربة كاملين. السلام عليكم المغاربة كاملين. أول شيء ليس من طبعي الرد على أي حاجة خاصة إذا كانت تافهة، لأنه كل نهار ولينا كنسمعوا أخبار، كل نهار كنشوفوا حاجة، وخاصة من بعد ما أصبح الإنستغرام بحل الحمام. فسعيدة شرف كنقول أنني أنا في غنى أنني نجاوب في شي أشياء اللي ما غادي تفيد المغاربة في حتى شي حاجة. فكنت في جولتي الفنية، دوزت مهرجان آسفي الحمد لله بخير وعلى خير، وجيت لمدينة ميسور ودوزت مهرجان في منتهى الوطني في منتهى الجمال مع الجمهور، كانت سهرة ختامية رائعة. فكنت فاجئ في السوشيال ميديا، كندخل كنلقى الكونت ديال حمزه مون بيبي او ما عرفت اسمه كاتبين بانه هناك انفصالي، اللي انا كنعرفو كيقولوا مثلا فلان اللي هو اونلي ماجد، انا كنهضر نيشان ما غاديش نخبع. فبغي نقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، الإخوان اللي كيشاهدونا والمغاربة كاملين، سعيدة شرف ليست غبية بأن تدعم أي انفصالي. سعيدة شرف الوطنية فيها من دمها من صغرها حتى لكبرها، وما عمرش إنسان يناقشني في موضوع، وخاصة أنه كنتكلم على الوطنية، لأنه يتنقفك بلا شوية يشوف يتكلم معي أي إنسان في أي موضوع، وكيعرفوا بانه القضيه مؤخرا كاين عندي مشكل مع بعض الناس ومعروفين شكون هما، هذاك موضوع اخر عاد غادي ندوز له. فهما تجمعوا بيناتهم اللي هو حمزه مون بيبي، معروفه شكون مولاتهم معروف شكون مولاه، فداروا شراكه بيناتهم، قالوا خاصنا نديروا تصفيه الحسابات مع هاد الفنانه اللي هي سعيده شرف، غادي نرجعوا لها الحساب بهالطريقه، خاصه بعد المشاكل اللي كانت واقعه مؤخرا. فنبغي نقول لكم اول شيء سعيدة شرف ما عمره كان عندها كونت ديال انستغرام، الا دابا عامين عاد وليت انا يعني متبعاه وكنشدو، لانه سعيدة شرف كاينه قبل ما يكون لها انستغرام ولا فيسبوك ولا غيره، واصلا كاع ما كانش عندي مع السوشيال ميديا، انا ملست من اصحاب السوشيال ميديا اصلا. من قبل سنتين ملي درت اغنيه بنت العرب تما فين تعرفت على ماجد. ماجد اللي كيعرفوه قبل مني، فنانات قبل مني كتعرفوا رشيدة طلال، وكان عندها علاقة يعني صداقة قبل مني بسنوات، ما تكلم حتى شي واحد، وكتعرفوا كذلك لا البتول المرواني ولا بنات عيشاتها ولا مطربين كتار، ودخلوا عنده لاباج غتلقاو دايرين له كيشكروه ودايرين له تهاني وكذا. ولكن سعيدة شرف مني كتكلم او تقول شي حاجة كلشي كيدير عليها بحال هكا، يعني انا ما عنديش مشكل في اللي بغى يتكلم يتكلم، ولكن الا موضوع الوطنية خط احمر بالنسبه لي موضوع الوطنيه، لانه انا اللي كليت انا اللي كلت العصا بخصوص الوطنيه، وخاصه انني كسبت عداوات بالوطنيه. معروف عليا شوقع لي في كاناريس في ليزيل كاناري، ومعروف عليا شوقع لي في مونتلاجولي فرنسا. فاي انسان بغى يدير داك الشيء ديال الحمامات ويتكلم عليا ويقول تزوجت طلقت حط عليا الباطل يقول كذا، ولكن يا حمزه بوم بيبي ويا اللي عارفين راسكم شكون نتوما، يعني بدون ذكر اسماء، من بعد غنذكر الاسماء وانا ذكروني، ملي غتكلموا عليا تكلم عليا في اي حاجه بغات تحط علي فيها الباطل. ولكن موضوع الوطنيه كنقول لك خط احمر، لانه البلاد ماشي هكاك، ماشي سايبه البلاد، فيها وزاره الداخليه، فيها بسيج، فيها المتابعه او التراب الوطني، فيها الفرقه الوطنيه، فيها قانون اللي كيتابع كل واحد. فما يمكنش انسان انفصالي وغادي يخليه يدخل المغرب ويخرج على راحته، هذه امبوسيبل. فاللي بغيت نشرح لكم بالضبط شنو اللي وقع، انا الكونت ديالي ما عمره كان عندي قلت لكم الا قبل سنتين في اغنيه بنت العرب، فاش تعرفت على ماجد هو كفان ديالي. فهو كفان ديالي شنو كان داير؟ كان داير حساب باسم سعيده شرف، ما فيريفي ما والو، كانت فيه 400,000 ديال الناس. فمن تعرفت عليه عجبني الحال، انه انا عندي كونت كبير وانا ما عمري دخلت كاع السوشيال ميديا وهذا، فاعطاني الكونت، ولكن هو بقى دائما ادمين فيه وهو كذا. ما درت جيم، ما كان عارف جيم، ما درت جيم حتى شي واحد. هو الا كان غلط او مثلا دار شي كلام او شي حاجه هو كيتحمل مسؤوليته، فكاينين الناس اللي غيحاسبوا وناس اللي عندهم علاقه بهذا الموضوع. اما بالنسبه لموضوع جيم فهم، لانه انا تواصلت معاه وقلت له شكون اللي دار جيم، اش كيفاش هذا الموضوع ديال جيم وكاتبينه من عندك وهذا الشيء، كيقسم بالله لانه انا كيف قلت لكم علاقتي بك فان، فانا من الف يعني سنتين فقط شديت الانستغرام ديالو، وكيف قلت لكم راه هو اللي اسس الانستغرام وانا ما غاديش نكذب، ديالي هو اللي كان يعني دارو. ف والدليل عندي هو انه دابا منين تكلم معايا وتواصلت معاه في الواتساب
كيكتب لي كيقسم بالله بانه فوتوشوب، وانا مستحيل لست بالغبيه، فقبل ما نكون فنانه فانا اعلاميه، لست بالغبيه غندير حاجه ونعلم عليها، غنمشي وندير جيم لواحد الانسان كيسب في الدوله وانفصالي مثلا او كذا. انا اصلا ما شفت كاع هذا الشيء كامل، كنت في سهراتي وفي جوالاتي حتى جيت وتفاجات بهذا الشيء، فتصفيه الحسابات باينه. وبالنسبه لهذا الموضوع جام فهو مفبرك وهو فوتوشوب كيف قال الطفل، فانتم غادي تشوفوا غادي تسكرين الواتساب ديالي معاه، لانه فعلا عيطت له لانه الموضوع ماشي نرفزني انا، كان موضوع ديال قال قلتي وذاك الشيء كيف قلنا بلا ما نبقاو نعاودوا الكلام ما غاديش يهمني، ولكن الموضوع الوطنيه هذا ماشي خط احمر، كيبقاش الكلام تتوقف لغه الكلام. انا لست غبيه، كتعرفوا انني اعلاميه قبل ما نكون فنانه، فلست بالغبيه انني غندير شي حاجه ونعلم عليها يعني ب ب ب بالذكاء. واش وحدها الزرايا كتدور بها العالم كامل معروفه عليا من اصلي ومن جدري، وراني بنت الميليتير، راه بنت ياكوت وبنت الميليتير، باش يجي يتكلم فيا واحد ويجي يقول عليا انك انفصاليه الا هذا الموضوع. وانا كنطالب بتحقيق في هذا الموضوع، انا دابا اللي كنطالب بتحقيق، لانه هاد الناس كاملين اللي جبدوني خاصهم يتجروا الموضوع ونشوفوا ديك الساعه شكون اللي انفصالي وشكون اللي وطني وشكون اللي فيه مغربيت وشكون اللي كياكل العصا فعلا على الوطنيه ديالو، لانه كسبت عداوات كثيره من وراء وطنيتي. سمحوا لي الا كنتكلم بهذه الحراره لانه مرض الانسان قبل ما يتكلم عليا يشوف نفسه، واللي داره مصوبه بالدجاج ما يضربش الناس بالحجار.